يا غالي يلا بس بسرعه بقى طلع طب يلا يا غالي هات الرمحه بسرعه تعود دلوقتي اهو ايه اللي جاي بيه وسع 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 يا ابن الرماحة يلا الكب رمحتي علينا نعمل بغل ارحم منها ودي كم دونكي باور دي كم دونكي يا دونكي باور يعني بتمشي لا قصدك بترفض خلاص يا اخوانا خلاص اهي غسالة ومية مية بقولك ايه يا عم الخفيف انت وهو ما تدخلتوش ليه كده رحت جبتوا عربياتكم طب يلا يلا لو قعدنا نرغي كده مش هنخلص يلا يا عم نخلص ايه يا عم العربيه دي تحبسنا من قبل ما ننزل انت مش شايف ده صوتها هيلم علينا الناس اصلا من قبل السرقه والله ماشي وعهد الله رجعها تيجي عندها زفه دلوقتي يا جماعه خلاص يا عم انت خلاص يلا يلا يا جماعه يلا خلينا نخلص ابص ايديكم يلا يلا مالك يلا تخاف ولا ايه مش خايف يا مالك انا متضايق متضايق ليه بس متضايق عشان احنا وصلنا له عايز نفرح واحنا رايحين نسرق هنعمل ايه انت هتقطمني في حل تاني نقدر نعمله حل بيه الظروف اللي احنا فيها دي غير ده مفيش بصراحه مفيش يا خالد احنا محتاجين فلوس مش هنفضل في الفقر ده طول عمرنا احنا مضطرين والمضطر يركب الصعب يا اخي ده وانت صادقه المضطر يركب علبه الجبنه اللي احنا راكبينها دي بهدوء من غير ما اي حد يحس بينا واهم حاجه ما نتمسكش في مين ولا لا بقول لك ايه تعرفي تسوقي اه طبعا طب خليكي هنا عشان لو حصل اي حاجه تاخد العربيه وتطير انت حرمه برضه ايوه خلي العربيه دايره يا سلام وش معنى يعني لو اي ما يقفش مكاني يعني مش معنى يعني اضطرت شويه في اي هو اللي حافظ الفيلا دي وبعدين قال لك انت بنوته جميله تقفيه برضه بقول لك ايه انا زي زيكم بالظبط اه انت يا عم انت وايه وانا جايب ناس من حقوق انسان تسرق معايا يلا خلص شوف مين هينط الاول طيب احنا المفروض نعمل ايه يعني مين فينا هيطلع مين هيفتح لنا السكه مين هينط يا جدعان ده يا عم انت هتحط بصوا لبعض يلا خلاص بصوا بقى هنطلع مع السلم ده السلم ده هيودينا على السفره بس بالراحه من غير صوت عشان البواب اوضته الناحيه التانيه تبع ورايا هات هات الشنطه عندنا في المنطقه يا لهوي بتعمل ايه ودور على واكل ما كانتش من صلاحيه ربنا واكل ايه يا ابن الله يخرب بيتك ما كانتش بتقول قبل ما تيجي وبعدين ازاي هيكونوا سايبين اكل في الثلاجه وهم مسافرين انت عبيط يا غبي انت هو انتوا جايين تدوروا على الاكل هنا
لو روح لاخلي في المطبخ مطبخ ايه؟ مطبخ ايه وصحي ايه؟ ايه ايه وانا جايب ولاد اختي فيه مدفوع احنا بنسى خلصونا. بقول لكم ايه؟ بطلوا هزار بدل ما نتحبس. تعالوا ورايا انا عارف الفيلا دي كويس، انا هقول لكم تعملوا ايه. يلا يا لهوش يا جدعان البيت ده. بقول لكم يا جماعه خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيره وغاليه وممكن تتكسر. حسن اخرب بيتك يا رب. اصبر ما حصلش. ماشي بقول لكم ايه، احنا هنلم كل الحاجه ونحطها في الجنينه وبعد كده نبقى نحولها للعربيه. ماشي يا جدعان الحقوا كمبيوتر لابتوب اهو. كمبيوتر يا ده مراد يا جماعه. طب بازار بقى يلا خلينا نفس. فين بقى السيفرات والبلاي ستيشن؟ ايوه السيفرات شيء بلاي ستيشن. ايه هتحبسنا يا خالد؟ ايه ده؟ في حسن ينام يا راجل نام. في صوت في الفيلا. لا مفيش حاجه. مش عارف انه وحش شرير. ايه اللي وحش شرير اللي انت بتقوله؟ شش 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 الشيطان الرجيم. أنا قلت إنها فيلا مسكونة. خايف الزفت ده يعني برضه غلطانين. حد يجر رجاوسه ويروح يسرق بيها لكن حيواتي نفتغفية. ششش الحمد لله يا عم ربنا سترها ربنا سترها. انجز بقى انجز للراجل يرجع تاني. طب يلا زيديهات ورجنة. تعرف الواحدة دي تكلف كام؟ كام؟ 150 دولار على الأقل. واد يا ابوي خدهم كله. يا جدعان ايه؟ انا هميت على الحاجة في الجنينة نخلص بس نقلها وبعد كده نشحنها في العربية. تمام نزلوا الحاجات دي دينا حط عينيها على الحاجة. يلا يعني الدنيا أمان؟ أمان يا معلم. يلا يلا قبل ما نيجي تاني. يلا تعالوا تعالوا بسرعة. يلا ويت شاهد يا ولد.